Merci Advance pour le programme d'accompagnement tiako. Merci Advance pour ce programme d'accompagnement. Ça va. البرنامج هذا يخص بالأساس حرفاء أدفانس اللي الخبرة متاحهم متجاوز 5 سنوات تضرروا بصفة كبيرة خلال جائحة الكورونا وتمتعوا بفترة إمهال سداد أقساط القروض من مدة تتراوح ل3 ل6 شهور الهدف منه دعمهم ودعم الأنشطة متاحهم وهذا من خلال توفير موارد الرزق اللازمة عندي البوتيك هذايا من 3 ans برسك عملت حليتها فما بريبورتي فما خياطة فما برشا حاجات خدمت وحدي وبعد حبيت نزيد إضافة بالقرض اختينا القرض الأول خلصناها الحمد لله مشي على روحه وبدينا بالثاني الحمد لله خذيناها في فيفريي وبعد شوية جات الكوفيد البريود هذيك بالذات تسكرت الدنيا معنا معاش عنا من نجمنا متسكرت وهكاك ونحنا زادوا كلموني قالوا لي باش يجوك يعملونا كوتش يعلمك شوية الخدمة تكلمني السيد تبارك الله ما شاء الله معناها أنا بيدي حسيت روحي ارتحت في عبارة طبيب معناها واحد يحكي معاك الحمد لله طمني وكل شيء قال لي لباس والحمد لله اخدم طلب مني حاجات باش نعملهم مثلا باش نظم كراستي حذرني من الكليونات الخايبين يعني سلبيين نحيهم نحل كونت زادة باش نفضل فيها يلزمني فلوس وطلب مني باش نعمل جدول ننظم عملتهم هذوما حسيت روحي تفرط وتو انا مفكر باش من المجازان الصغيره هذيا باش نطور باش نحل معناها اكبر شوي مجازان اتجهت الى ادفونس خذيت ما عندهم قرض باش نحسن به المقهى نتاعي بارك الله فيهم تواصلوا معايا اعطوني القرض توتاكو جاتنا كوفيد سكرنا المحل 3 شهور بعد كي رجعنا كملت حسنت اللي حبيت نعمله في البرنامج متاعي كملته وخدمته وحسنته وكل شيء بعد ما خديت القرض رجعنا نخدمه واحدة واحدة اتصل بي الكوتش تاع ادفانس بارك الله فيه قاعد يتواصل معايا اعطاني تعليمات تحسننا وزدنا فيما خير على ما كنا عليه قبل ان شاء الله يا ربي تتحسن الامور تاع البلاد متاعنا مش احنا المحل متاعنا يولي يعطي روندمون اكثر وبارك الله فيهم ادفانس وميرسي كوتش اللي جاني وتواصل معايا وقاعد يعطي فيه في التعليمات الباهية. الشركة هذيا تبيع توسكي تليفوني واكسسوار تليفوني انفورماتيك نعملوا زادا مانتونونس نتاع التليفونات خذينا ان كريدي من عند ادفانس صافي 3 ans توا بقيمة 15 000 دينار وخلصناه وزادنا خذينا نوتر كريدي Il est en cours de remboursement. Entre-temps, jette le Covid-19. On a eu des difficultés dans la période de management, vu les circonstances et les salles au bled. On a eu un coach avec Advance qui nous a aidés à nous faire sur les difficultés et les difficultés. On a eu un coach qui nous a aidés à faire sur les difficultés et les difficultés. L'activité de l'activité n'est plus basée sur les clients qui viennent à la boutique. تنجم تخدم اون لين تنجم تخدم معناها فما برشا حلول قاعدين نتبع فيها تو سافا سا مارش معناها داير اون كري اون باج وبدينا نخدموا فيها وبدات تعطي في الفروي نتاعها والحمد لله لاباس رغم اللي هو بروجرام داكومبانيمون ان بوت هذا ما منعش ان ريلاسيون دو كونفيونس تتبني بين لي كوتش وحرفاء ادفانس هذا خلاهم يمنوا برواحهم ويرجعوا يمنوا بالمستقبل البعد البسيكولوجي مهم جدا في كونتكست ايكونوميك وسانيتير كما نعيشوا فيه توا والبروغرام هذا وفر سند معنوي وان اكسبيرتيز تكنيك اللي عاونتهم باش يعاودوا يقفوا على ساقيهم. ادفانس تيكيف مع ورفع كتمان هم حلول ملائمه باش يتجاوزوا ازمه الكورونا. مع ادفانس نقدموا اليد في اليد.